الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير النقل لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة. وزيرة الصحة تواجه باتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمحافظات الدقهلية والمنيا ودمياط. الداخلية تضبط سائق لقيامه بإدارة صفحة على الفيسبوك لانتقاد أداء وزير التربية والتعليم والمطالبة بإقالته. مجازنا لأهم واخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل المهندس كامل الوزير واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية. وقد وجه السيد الرئيس السيسي باكتمال إنشاء كافة الخدمات المطلوبة على جميع الطرق والمحاور الجديدة الجاري تشييدها قبل افتتاحها، وكذلك على المحاور الجاري رفع كفاءتها وتوسعتها مثل الطريق الدائرية، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين. وجهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد باتخاذ إجراءات وقاية مشددة بمحافظات الدقهلية ودمياط والمنيا، وذلك نظرا لرصد عدد كبير من المخلطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن انتهاء أعمال الحجر الصحي للعاملين بإحدى شركات البترول التي ظهرت بها حالة لشخص كندي الجنسية مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتم الإعلان عنها في الأول من شهر مارس الجاري، وذلك بعد الاطمئنان عليهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص ويدعى خالد صفوة أحمد فرغل ويعمل سائق، وذلك لقيامه بإدارة صفحة على الفيسبوك باسم ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية والانتقاد من خلال هذه الصفحة على أداء وزير التربية والتعليم والمطالبة بإقالته. كان هذا مجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار، دمتم بخير، إلى اللقاء.